أشهد أن لا إله إلا الله، الوصية الثانية عشرة. ما يدريك لعلها تكون سببا لدفع ما هو أعظم ومما يذكر في هذا الباب، ولعله ينفع ما يذكر من خبر وزير لملك من الملوك. وكان ذلك الوزير رجلا صالحا، وكان يكثر من قول الخيرة فيما اختاره الله. فبينما هو يأكل على مائدة الملك، وإذا بالملك تجرح يده فيقول قد جرحت، فقال ذلك الوزير على سجيته وعادته: الخيرة فيما اختاره الله، الخيرة فيما اختاره الله. فغضب الملك وقال: أنت تشمت مني، ثم أمر به إلى السجن، فقال: الخيرة فيما اختاره الله، فأودعوه السجن. وكان ذلك الملك يعجبه الصيد، وكان يصيد عادة مع ذلك الوزير، فخرج بمفرده ومن تبع الصيد غفل. فبينما هو يتبع الصيد إذ خرج من حدود مملكته إلى أرض قوم يعبدون الأوثان، فلقيه بعضهم وما عرفوه فأخذوه، ثم جاءوا به إلى صنمهم الكبير، فلما أضجعوه ووضعوا السكين إذا بأحدهم يصيح بهم ويشير إلى يده التي قد ظهرت عليها آثار الجرح، وهو يقول لهم: إن هذا لا يصلح للقربان، فأطلقوه وتركوه. فرجع وهو يقول: قد عرفت أن الخيرة فيما اختاره الله. فصار هذا الجرح سببا لإنقاذ رقبته. ثم أمر بالوزير أن يخرج من السجن، وقال له: قد عرفت أن هذا الجرح كان خيرة، ولكن أخبرني حينما أمرت بحبسك فقلت الخيرة فيما اختاره الله. فقال: أيها الملك، من الذي يخرج معك إلى الصيد عادة؟ فقال: أنت أيها الوزير. فقال: لو خرجت معك هذه المرة لكنت أنا القربان. فكان سجنه سببا لنجاته من القتل. ومن ما يذكر في هذا أيها الأحبة ما وقع لأحد قادة عبيد الله بن زياد، فقد وقع من السطح فانكسرت رجلاه، فزاره إمام كبير من أئمة التابعين وهو أبو قلابة رحمه الله، وقال له مسليا ومعزيا: أرجو أن تكون لك خيرة. فقال: يا أبا قلابة، وأي خير في كسر رجلي جميعا؟ فقال: ما ستر الله عليك أكثر. وبعد 3 أيام جاء إلى هذا القائد كتاب من ابن زياد يأمره بالخروج لقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال هذا القائد للرسول: قد أصابني ما ترى. فعذروه. وبعد 7 ليال جاء خبر مقتل الحسين، فقال الرجل: رحم الله أبا قلابة، لقد صدق. فكان كسر الرجلين سببا لسلامته ومعافاته من أن يشارك في قتل الحسين. الوصية 13. تأمل ما في ضمن هذه البلية من الفوائد وفي الأمثال التي يتداولها بعض الأمم كالروس: لو لم تكن المصيبة لما كانت هناك سعادة. وفي أمثال نابليون: المصيبة هي القابلة القانونية التي تولد العبقرية. وفي مثل آخر: الريح التي تهب في الوجه تجعل المرء حكيما. وفي بعض أمثال العرب: المصائب محك الرجال، المصائب مهماز الشجاعة، عند الشدائد يعرف الإخوان. الوصية 14. تذكر أن ذلك إنما وقع بسبب ذنوبك، والله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فينبغي أن يكون الشغل بدلا من الهم والحزن والجزع والقلق
أن يكون شغلنا بالاستغفار والتوبة، بالاستغفار والتوبة الذي هو من أعظم الأسباب في دفع البلايا والرزايا والمصائب. وقد جاء عن علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة.